السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ غادي نفيض جوج بيضات، نشعلو البوطة والغاز كما نقولو حنا في المغرب، نقولو البوطة، وغادي نخليه 8 دقائق. غادي ندير لو فالاكوك، سموه لو فالاكوك. بون، نبداو بالسلاطة، نقولو السلاطة قبل ما ننسى، ندير هاد الأتاي يسخن شوية. طايب هذا تاع الصباح تاع الفطور، زوجة تاعي فطرت بصح انا ما فطرتش معاها، راني بديت واحد الريجيم جديد من الصباح ما كليت والو. دروك راها 11:22، ما نعرفش نقطع، هي تحق نبلوكيها. خيرت واحد الخدمي ماشي ماضي بزاف، اللهم نتعذب معاه شويه ولا يقطع لي صباعي. المهم كما راكم تشوفوا، المراه راها تخدم، هي تخدم الصباح وانا نخدم عشيه. وهذه ثاني مره اللي نخدم سلطه كيما هذه. المغاربه يقولوا سلطه كيما تقريبا كيما اصحاب العاصمه، حنا في وهران نقولوا سلطه. سلطه وهذا كيما غادي تشوفوا تقريبا كلشي طبيعي. باقي هذا الطريف غرط 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 غرط. اي دروك نزيدوا الليم، نعطروها بالليم خير من هذيك الخل والزيت ولا هذيك الفينيغرات هذيك تاع هذيك اللي بريباريا واجده. صحو شويه خلط بيدي كل شيء بلديه جدكم. نديرو البصله هذه صغيره، نقطعوها حتى هي، نقلعوا لها الطريفات هادو. القشره هذه هي اللي تنال فيني انا، القشره ديما نقعد ندابز معاها باش تخدم انا شويه بالخدمي. وقال راه تبان لكم كي شغل بيضه ما مقشره ما سلوقه كما يقولوا المغاربه، بيض فايض. ما في وار نقولوا البيض فايض، هي البيض فايض. قطعها كيما هاك. ايوا الاغلى خدمي تاني ما يساعدش صح، معليش دروك من الجهه الاخرى نقلبها. اياها المهم النتيجه ولا لا؟ قولوا لي الراي تاعكم في لي كومونتير. هاني كملت معها، نلمها نديرها هنا مع السلطه ولا ندير هكا؟ كان خاصني ندير هكا من الاول، نهني راسي. دروك الطوماطيس، حبة تاع الطوماطيس غير صغيرة هادي وطايبة بزاف، هي لقيتها قاع طايبة أكثر منهم. غادي تغبني شوية في القطيع خاطش طايبة بزاف، غادي تقعد تهود لي تعوج لي. كيما راكم تشوفوا، أيوا كيما يديرو، نقسمها على 8 إن شاء الله. تقول راني ندبح يا جدكم، بسم الله الله أكبر. هاكا، أي زوج. 3 4 5، وهذه قسمت على 6 ماشي على 8، هذه ها هي. نزيدو نقطعو باش ما يكونش مصو كبير بزاف. ها هي سلطة مغربية، هذه سلطة مغربية. سلطة مغربية يكون هذوك يقطعوها مصغر بزاف، ما فيهاش الخس، فيها غير الطوماطيس. زيدو هذا الزيت زيتون، هاهما هذا زيت الزيتون تاع التازة حر، عجبني بزاف هذا زيت الزيتون، زيت العود كيما يقولوا المغاربة، نموت أنا عليه زيت الزيتون. شاولة أنت شاولة. ديالاش؟ هاديك دوب دوب. شدي دوب دوب. شنو هادي دوب دوب؟ أغنية ديال سيدي دوب 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 يا سيدي. مكنعرفهاش. واش هي ديال المغرب ولا ديالي؟ مكنعرفها. لما ديال المغرب يا بلال. نشوفو الساعة. ديال المغرب. واخا ديال المغرب غير خليني نصور. يهدر. بون نديرو الخبز هذا يسخن، يحما كيما نقولو حنا في وهران. هذا خبز تاع من الخالة تاع الدار.
نديرو لا بريز. هي نخلوه يحمى. الاتاي مازال شويه. السلطه نديروها على جهه ملهيه. نروحو نشوفو هاد القضيه تاع دب 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 دب. غندير ليها الاغنيه ديال دب دب دب. ما عرفتهاش غنيها لي. هاجي هنا وقولها لي. روحي جاي بالبيسيكلات. هاكاك يلعب بالبيسيكلات ويدور في الدار. روح دير روح دير. يلا غنيها. غنيها. هذه غنيها. ماشي غنيها. غنيها. هذا نقير. غنيها. كي داير الاخر ديالها بس 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 مزيان ولا كي داير الايقاع ديالها. الايقاع ديالها كي داير. كي داير الايقاع ديالها. ديال دوب دوب. صايم ولا اتاي؟ دوب دوب. دوب دوب بس خارجة من عقلك. فهمت انا هاد الاغنيه هادي. المهم هاد الاخر هاد الريجيم اللي بديت نديره جديد ما عرفتش الا عندي الوقت باش نهضر عليه. المهم درت راني ندير دروك زوج تاع الوجبات في النهار كي شغل الفطور مع الغداء جمعتهم في زعما وجبه وحده هي اللي هي تاع دروك 11:30 حتى 12 و الكاسكروت هذاك اللي يقولوا الكوتي ولا الكاسكروت كما يقولوا المغاربه مع العشاء جمعتهم في وقت الكاسكروت اللي هي مع 6:30 7 ونقصت شويه الماكله وبطبيعه الحال ايفيتي الحلو ايفيتي الملح ما نديرش بزاف كيما دروك راه شفتو ما درتش كاع الملح ديجا غي الاخر مالح فرماجة مالحة وخبز هذا مالح شوية يعني فيه الملح ماشي مسوس ولا الزيت والو الزيت وداك الإدام قلعته كاع ديفينيتيفمون. المهم غادي نقلعوه نقلبوها هادي الخبزة سخونة بزاف غادي نقلع لابريز ونخليها تسخن من الجهة الأخرى نشوفو تاني شحال من دقيقة وهذا البيض يفيض قريب 8 دقائق. لافوت تاعي أنا من الأول ما جهدش البوطة بدا الغاز درته قليل ستلا غي قبيلة غادي يجي شوية لاخر شوية جاري بصح شا غادي ندير طفي عليه وصاي. درت بوز ورحت خويت هذاك المحامي باش درت الماء بارد في بلاصته نقشرو غير من الفوق ومن بعد ندخل واحد المغرف صغيرة. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حدش يا هكا شوية راه يبان جاري بصح معليش كاين لي عفا كيما هاك بصح انا نموت عليه جا جاري على موالف. انا المهم عندي هذاك الابيض يجمد والاخر الاصفر يقعد هكا سائل يعجبني هكا سائل القيمة الغذائية تاعه تكون ما تنقصش بزاف ماشي كيما هذاك اللي هرستها من الجنب اللي يفيضه بزاف يولي قاسح. يا ارض كريمه ومضيافه خاصكم تحرزوا هذوك القشره زعما تكون هكا طرف صغير تاع القشره تما يطيح لكم في البيض ولا. ونديروا الزيت زيتون كلشي انا ندير فيه زيت زيتون نموت عليه. هاد العفسه تاع لو فلاكوك الوالد الله يرحمه هو اللي علمها لي كان عندي واحد 17 عام هكا كنت بديت نتريني وقالوا لي خصك تاكل البيض خضر مع الصباح ياس راني كنصور والبيض خضر ما قديتلاش الوالد مع الصباح شافني الخطره هكا ندابز معاه باش ناكله قال لي دير لو فلاكوك وريها لي قال لي فايده وقلعه زعما كي شغل نص ديال ها هو السني غادي ندير فيه الوجبه تاعي السلطه نقلعو الخبز شوف الخبز غير شويه ما شايب لكم هكا اتاي الكويس فرماجه. نتمنى انكم استمتعتم بالفيديو وحقكم في الجنه والسلام عليكم ورحمه الله تشاو باي باي.